هي محاولة أخرى للخروج من الأزمة والحرب في البلاد، تأسيس مكون سياسي جديد أطلق عليه تحالف صنع السلام في اليمن، تم إشهاره في صنعاء ويضم عددا كبيرا من المكونات السياسية والشخصيات الوطنية غير المشاركة في الصراع، حيث يهدف المسؤولون فيه إلى توحيد الجهود والرؤى والأفكار في رؤية وطنية شاملة يتم مناقشتها في مؤتمر موسع للسلام يعقد في إحدى الدول العربية بمشاركة كافة الأطراف وبرعاية دولية تحت مظلة الأمم المتحدة. الضمانة الحقيقية إرادة الناس. كيف نقوي إرادة الناس؟ كيف نحشد مؤسسات مجتمع مدني، شخصيات عامة، أحزاب، قوى فاعلة وحية تتبنى قضية السلام وتضغط على أطراف الحرب المختلفة لإيقاف الحرب. هذه المسألة كيف نحول قضية السلام إلى هم وطني عام في مختلف المناطق لدى مختلف الفئات وشرائح المجتمع اليمني؟ هذه هي الضمانة الحقيقية. إرادة الناس في الشرق والغرب، في الشمال والجنوب، هي الأساس لنجاح هذه الدعوة. طرفا الصراع المتمثلان في سلطتي صنعاء وعدن كررا ترحيبهما في أكثر من مناسبة بأي جهود جادة من أي طرف كان تفضي إلى تحقيق سلام شامل ودائم في اليمن. نحن نرحب مع أي دعوة لإحلال السلام في اليمن وإيقاف الحرب ورفع الحصار، سواء كانت الدعوة داخلية أو خارجية أو أممية، لأن في حقيقة الأمر الشعب اليمني معتدى عليه ومحاصر برا وبحرا وقوا. الشرعية اليمنية كانت ولا زالت تتعاطى مع كل مبادرة السلام الإقليمية والدولية التي تحت سقف المرجعيات الثلاث، المبادرة الخليجية والمخرجات مؤتمر الحوار وقرارات الأمم المتحدة. ويأتي إشهار التحالف الوطني لصنع السلام حسب بيان صدر عنه في ظل تدهور متسارع ومخيف في مختلف الجوانب يدفع اليمن نحو حافة الهاوية مع انقطاع الأمل في الانفراج وتصاعد الحرب وتفاقم الأزمات وخاصة تردي الوضع الإنساني في البلاد. يرى مراقبون سياسيون أن وجود هذا الكم الكبير من المكونات السياسية والشخصيات الوطنية في تحالف جديد يتوفر له الدعم الدولي يؤهله ليكون طرفا ثالثا يؤسس لسلام حقيقي في البلاد. عبد الكريم الشيباني، الحرة، صنعاء.